هاي صبايا، اليوم رح نتعرف على زبدة كتير مهمة للبشرة رح تساعدنا لنحصل على خطوط مليانة وفيها نضارة. هيدي الزبدة هي زبدة الشيا. هيدي الزبدة غنية بالأحماض الدهنية وغنية بالفيتامينات، بساعد على محاربة التجاعيد وبساعد على محاربة حب الشباب. وهلأ رح نبلش خلطتنا. رح نحط ملعقة صغيرة من زبدة الشيا، نص ملعقة سكر، ورح نحط موارد. كلنا بنعرف قديه مهم الموارد للبشرة. رح ناخد شوي من هيدا المزيج نحطه على الخدود، معتن هنفرك بطريقة دائرية، وهيك مثل ما شايفين حصلنا على خدود موردة ومنفوخة، وتم كمان مورد ومنفوخ من دون ما نلجأ للفلر.